اهلا ومرحبا بكم. احنا اليوم في شاطئ اشافار باش ناخذ الكلمه مع انتي مخلص المراوي منسق للبرنامج الوطني سباحه وتكوين في شاطئ بولايه صفاقس. عسلامة، مرحبا بك سي مخلص. مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بواب ورادواب امواج الخليج شباب استمار. مرحبا بروس انتيرا. مرحبا بكم شباب الكل. مرحبا بك سي مخلص. كان تعطينا لمحه على البرنامج الوطني. بالنسبة للبرنامج الوطني للسباحة والتكوين ولا ميزة في ولاية صفاقس، تقريبا كل عام عن البرنامج الوطني هذا شاطئ الشفار. اليوم استقبلنا شباب دار شباب السمار وشباب دار شباب الخزانات، وهو اليوم العاشر من النشاط. خدمنا 9 أيام في هذا الحال. البرنامج انطلق نهار 14 جويليه ويتواصل نهار 26 ان شاء الله. يوميا نستقبل مواصلات شبابيه، يوميا حوالي 100 شاب يشاركوا معنا من مواصلات شباب في ولايه صفاقس. اليوم كما قلت لك، اليوم استقبلنا مجموعه جديده من الشباب كما قلت لك معنا من الصباح وتلاقوا عندنا دار شباب السمار وشباب الخزانات. اليوم ضيوف احدانا في انتظار نكملوا مازالوا 3 أيام ان شاء الله لحد نختموا النشاط. سي مخلص، تعطينا على الفقرات الموجودة في هذا النشاط؟ بطبيعة الحال، البرنامج الثري يتواصل على بداية 13 يوم. عن البرنامج الأول والأساسي اللي ركزوا عليه هو برنامج السباحة، خاصة السباحة، بما أن احنا جايين في برنامج السباحة وتكوين الشباب يحبوا السباحة وفق مراقبة. أكيد أكيد أكيد. السباحة معنا لخيال الزملاء، معنا الحماية المدنية، معنا الهلال الأحمر التونسي. عسلامة، مرحبا بك هديل. شنو قالك في البرنامج الوطني للسباحة والتكوين؟ والله نشوف فيها مبادرة حلوة برشا، عجبتني على الاخر برشا، تفاهمت مع الصحاب. بيرسونيلمون انا اول مرة مع تعرفهم بعد الحجر الصحي، دونك ستريس برشا يعني فما جو. اي انجويت ماي تايم. شنو اكثر فقرة شفتك في البرنامج؟ العمل مع الصحاب، عملها برشا ضحك. اكثر حاجة سينو لانيماسيون لي جو سي بيان. شفتوا لي تعمل لنا برشا جو الجيتار و ميرسي بوكو. ان شاء الله تكون تفرهدت، ان شاء الله ديما تتفرهد معنا. اليوم ما كانش فما في هذا البرنامج كان دار شباب سيمار، كانت زاده موجوده معنا دار شباب خزانات. عسلامة، مرحبا بك. عرفنا بروحك. ايمن من دار شباب الخزانات. تشرفوا. ايمن، شنو عجبك في البرنامج الوطني؟ برشا حاجات، الامبيونس، لي جو، النظام، وضحكنا ولعبنا مع بعضنا ومحلينا وان شاء الله ديما هكاكا. وعجبوني المناشدين، ربي يخليهم، مدير دار الشباب سي عدنان وسي مخلص ربي يخليه زادة، ودار الشباب السيمار ربي يخليهم ومحلينا زادة، لعبنا مع بعضنا وربي يخليهم. المفيد بعد جاوبي، شو أكثر فقرة عجبتك في البرنامج؟ انتم تبارك الله عليكم لعبتوا الكرة الطايرة. ايه الكرة الطايرة وعملنا ماتش و شكون ربح؟ ربحوا دار شباب سيمار. معناها لا لا شيء، احنا فرحانين ربحنا هما ولا احنا كيف 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 كيف. المهم احنا جينا مع بعضنا عملنا جو مع بعضنا، معناتها ورانا نفس دار الشباب وخوات ومحلانا. ربي يخلينا لبعضنا. عايشك عايشك وان شاء الله تكون عدت وقت عايشك. ربي يخليك. ميرسي